لكن السيد أمين العام كان بعض التشكيلات السياسية قاد بعض التشكيلات السياسية يقولوا بلي أنه الأفنان حصل فيه بعض الغش في عملية التصويت لصالح الأفنان. احنا ما نرفع لا تضحك انت. لا والله يضحكون بعض الأحيان، اسمح لي على التعبير الشعبير. في الدولة نحترم الرئيس ونحترم الدستور. رئيس الحكومة الحالي أفلان. نعم. سي عبد الناكس الله. نعم. ما يقرر رئيس الجمهورية أنا كأمين عام نطبقه، أنا عارف رئيس الجمهورية دائما صائب. الاختيار نتاعو، عملت معه 13 سنة كوزير ونعرف الرؤية نتاعو والنظرة نتاعو المستقبلية عندي فيه وعندنا فيه كلنا الأفلان والشعب الجزائري كله. الثقة الكاملة التصويت لصالح الأفلام باللي شيء يكون في أحسن ما يرام. أكيد الرئيس هو الرئيس الجمهوري هو اللي حدد، لكن أنتكم عندكم تمنيات تكونوا تمنيات طبعا تكون حقيبة شحال تكون عندكم؟ لا هذه من هو اللي قررها، كي قرر أنا نطبق التصويت لصالح الأفلام. شكون الأغلبية تاع الحقيبة؟ هل زيد هل تطالبون الرئيس خلال الاستشارات بعدد مناصب ولا لا 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 كل الصلاحية ليه؟ الصلاحية ليه، الاحترام ليه، نقولوا رأينا احنا نأيدوا وندعموا ونساندوا برنامجه مثل 1999. أنا ما بهذا التمثيل تاعكم، وهذه اللي قلتها راك تابعتينا تبعتي معنا الحمله الانتخابيه. احنا برنامجنا يستمد من برنامج رئيس الجمهوريه، وهذا الرغبه نتاع الشعب. لماذا صوت علينا؟ لان احنا مع رئيس الجمهوريه، هذه هي كبير. هل تتوقعون سي الامين العام انه رئيس الجمهوريه باش مشاورات مع الاحزاب اللي فازت لي حول الحكومه المقبله؟ هذه من صلاحيته. والله هذه والله من دوخ من الانسان هذا. بارك الله. شكرا لك سيد الأمين العام على قبول دعوتنا. زملائي في الاستوديو نشكر لكم حسن الإصغاء، مشاهدينا كذلك نشكر الناس. نعم نسلم عليكم. نعم وتهلاو فينا. نعم ما تمشوناش بزاف. نشكر